شباب قسنطينة بورقلة لمواجهة مضيفه مستقبل بلدية الرويسات الطامح لكتابة صفحة جديدة في تاريخه والتأهل للدور الربع النهائي من كأس الجمهورية عبر طريق يحتم عليه الفوز على واحد من أحسن الأندية الجزائرية هذا الموسم، متسلحا بدعم جماهيره ومنطق كرة القدم الذي لا يخضع إلا النتيجة بعد صافرة النهاية. بداية مثيرة وغير متوقعة وهدف مباغت لأصحاب الأرض قبل انقضاء الدقيقة الأولى، وقعه اللاعب خالد السائح بتسديدة سكنت شباك الحارس رحماني وعزز به ثقة زملائه في تحقيق المفاجأة والتأهل، فيما لم تثمر محاولات شباب قسنطينة في تعديل النتيجة وانتهى الشوط الأول بهدف المقابل صفر. ومع بداية الشوط الثاني كادت الرويصات تضيف الهدف الثاني لولا العارضة والقائم اللذان ذادا عن مرمى رحماني، لقطة ألهبت تشجيعات الأنصار وكسرت فارق المستوى وأشعرت شباب قسنطينة بالخطر، فبدأ أكثر تصميما على العودة في المباراة، وكان له ذلك إثر ارتباك في منطقة العمليات استغله اللاعب يطو خاطفا هدف التعادل في الدقيقة 11. وفي الدقيقة 34 وعلى إثر مخالفة مباشرة وقع البديل بن عيادة على ثاني أهداف السياسي. الدقائق الأخيرة شهدت محاولات الرويصات للعودة في المباراة، لكن عامل الخبرة والتجربة حسم اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف وتأهل شباب قسنطينة. ورغم الإقصاء خرج مستقبل الرويصات تحت التصفيقات بعد أداء في المستوى نال به احترام جماهيره التي صنعت أجواء رياضية رائعة. ليواجه شباب قسنطينة الفائز من مباراة مولود